ليوصلنا لمحطتنا التالية لليوم مع شهر الرحمة والغفران والاستغفار، وهو شهر الحكمة والعلم أيضا والانتصار. صفات كثيرة نطلقها على هذا الشهر الفضيل رمضان، وكلها تدل على عظمة هذا الشهر والفوائد يلي من الممكن أنه نحصل عليها. نعم نرمين، يمكن خلال هذا الشهر بتكتر اجتماعات العيلة، بتكتر يمكن التواصل الناس، حتى المتزعلين بيتقربوا أكثر من بعض. ولكن للأسف بوقتنا هذا الموبايل والمسجات والتواصل الاجتماعي صار أكثر عبر المواقع التواصل الاجتماعي وليس مباشر. يمكن رح نحكي عن هي الأمور، ورح نحكي أيضا عن الناس يلي بتلاقي صعوبة إن هي تتواصل اجتماعيا مع ناس تانيين، مع الأخصائي في الإرشاد الاجتماعي المدرب ماهر شبانة. صباح الخير. شبانة صح؟ أكيد أكيد. صح. أهلا وسهلا. رمضان كريم. وأهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم وعلى كل سوريا وعلى كل المشاهدين يا رب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قالت ليا، لشهر رمضان الكريم خصوصية معينة بالعلاقات الاجتماعية، دائما يمكن نأخذ خصوصيته من صفة التسامح، المحبة، اللمة. خلينا نحكي عن خصوصية العلاقات الاجتماعية بهذا الشهر. هلا اكيد في رساله كبيره من وجود شهر رمضان، والا اساسا ما في داعي يكون موجود. الرساله ليست فقط دينيه، بل هي رساله ايضا اجتماعيه ونفسيه. الرساله هي اذا ما تلقفنا هي الرساله فعنا مشكله اكيد. طبعا اهم شيء بهي الرساله هي اعاده ترتيب العلاقات الاجتماعيه بشكل صحيح. يعني اذا في خلافات بيني وبين اصدقائي، بين اخواتي، بين عائلتي، المفروض كل هاي العلاقات تترتب بشهر رمضان، وإلا بكون أنا ما أتميت الرسالة المطلوبة أو ما تلقفت الرسالة المطلوبة مني. وبالتالي من الطبيعي جدا أنه نحن نرجع نعيد حساباتنا مع الأشخاص، نشوف كيف ممكن نحن نرجع نرتب علاقاتنا إذا كانت هي صحيحة أم لا. حتى علاقاتي أنا مع الناس، يعني أنا أخطأت مع فلان، فلان أخطأ معي، معلش بنسامح. يعني لهيك بنقول نحن دائما في مسامحة، لأنه أنا مو شرط إذا أنت غلطتي معي لازم أنت دائما تعتذري، أوقات لازم بالرأي يعني. فإذا أنت سامحتي بالوقت يلي مو مطلوب من الآخر أنه يعتذر، بتبين كبيرة أمام نفسك بالبداية وأمام الآخرين، لأنك أنت هون ما عم تنتظري من الآخر أنه العين بالعين والسن بالسن، لا، أنه خلص خليني أنا أرتب علاقاتي بشيء أنا أكون مرتاح فيه، مو شيء الآخر يكون مرتاح فيه فقط، كمان أنا أشعر بكبري أمام نفسي يعني. نعم. ماهر، يمكن بشهر الفضيل دائما جمعة العيلة ما بتحلى مثل ما بيقولوا إلا برمضان، وبتكون وبتزيدوا حلا وحلا أكثر. يمكن بنلاقي على نفس الطاولة قاعدين إخوة ما بيحكوا مع بعض، أو إخوة متخانقين مع بعض، بس يمكن في دور كتير كبير للأم أو للزوجة بأنها هي تجمع هالعيلة على هي الطاولة. خلينا نحكي بنقط. أولا قد ايه مهم دور الست البيت انه هي تجمع هالعيلة حتى لو في يمكن زعل بين اثنين، وقديش مهم انه حتى نحن وقاعدين نتواصل يعني شوي شوي اذا ملاقينا صعبة. تماما. هلا بيقول المثل الام بتلم. الام بتلم صح. فلذلك وانا ركزت على الزوجة او الام، لانه أكيد. يعني هالجمعة ما بتجمع غير ست البيت. بالنهاية كلياتنا بيعرف انه البيت هو للمرأة وليس للرجل، فالمرأة هي بتدير البيت، هي بتدير العلاقات، هي بتعطي الشكل الصحيح للمعيشة الأسرية وترتيب العلاقات حتى بين الأولاد. يعني هلأ إذا أنت بدك مصروف بتروح لعند أمك، ما بتروح لعند أبوك. ليش؟ لأن الأم هي قادرة على أنه تفكك يعني كل ألغاز البيت، وحتى أنها هي مفتاح البيت يعني. لذلك طبعا رح تكون الأم هي الأساس ببناء أي علاقة جديدة أو علاقة خاطئة، تصحيح أي علاقة خاطئة من خلال رمضان. طبعا هون العاتق على الام كبير، يعني انه انا لازم مهد للقصة. يعني بيفترض انا في خلافات بين الاخوه، المفروض الام تلعب دور الشخص الحيادي. هلا كثير اخطاء بنوقع فيها نحن، انه الشخص اللي يعني مثلا الام اذا زعلت من ابنها الثاني بصير مع الثالث، يعني بصير هي طرف وليست بالحياد. لا، المفروض انه الام او الزوجه حتى تبقى على الحياد. ليش؟ لحتى تكون هي عامل امان تقدر من خلاله توصل. حتى الاولاد لازم يبقوا على علاقه دائما طبعاً. يمكن مع اولاد العم او كذا. تماما. وان صار خلافات بين الاخوه، الاولاد ما دخلهم، يعني مو ذنبهم، مو مشكلتهم هن اساسا.
لذلك دور الزوجة أو حتى الأم أنها تلعب دور أنها تكون حيادية، حتى وإن كان الموضوع بخص الزوجة مباشرة، تحاول أنها تخفف، لأنه بواقع الأمر الأم أو الزوجة هي أكثر حدا بيتضرر من أي خلل بالعلاقات الأسرية. لأنه كلياتنا بيعرف مثلاً أنه الرجل بيطلع من الصبح للمساء على شغله مرتاح شوي من أعباء المشاكل الأسرية، بس عندك الأم أو الزوجة بوش المدفع مثل بيقولوا، فلذلك هي تحاول تخفف دائما. إذا صنعت عداوات فمشكلة كبيرة، لذلك طبعا طبعا العاتق الأساسي والمسؤولية الكبيرة على ست البيت بترتيب العلاقات بين الأولاد بالأصول كما بكل تأكيد، حتى بطبيعة يعني الالتزام بالأكل. نعم. يعني حتى لو في ناس مو صايمة مثلا، لازم تعودهم انه انتم بدكم تحترموا الاشخاص الصايمين بالبيت مثلا، بدنا نفترض على هذا المثال. فكل هالاشياء هي الام قادره ان ترتبهم بالوقت اللي الاب بيلاقي صعوبه بهذا الموضوع. هو ضيف لا. اكيد. لا يمكن بشهر رمضان الكريم دائما في اجواء وطقوس حلوه مثل لمه الجيران او السكبه برمضان. خلينا نحكي اليوم عن العلاقات الاجتماعيه يلي بيعززها شهر رمضان الكريم، نحكي عن دور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي قديش اثرت على جماليه هاي العلاقات. هلا هون مربط الفرس، يعني انا بشوفها تراجعت، يعني اثرت بشكل سلبان. طبعا طبعا عم اقول لك انه هلا نحن تحولنا من مجتمع كان واقعي الى مجتمع افتراضي. صح. حتى المعايدات صرنا عم نختصرها بصوره صغيره ويلا ومثل واجب. لا انا هلا صرت انا عم بشتهي اني واحد يعيدني بكلمتين، ما عاد انه لا تحاكيني صوتيا، على الاقل اكتب لي. فهي الحاله بصراحه هي حاله تراجع بالعلاقات الاجتماعيه وليست حاله تقدم. اكيد. فخلقت هي الحاله تنوع ادى الى اختلاف، يعني اختلاف غير مرغوب فيه بهذا النوع من العلاقات. طيب انا يعني شو بينفع اذا انا بدي صحح علاقاتي الاجتماعيه افتراضيا، اذا انا صالحتك على الفيسبوك حطيت لك لايك وانا ما بحكيك، شو يعني وين بصرفها اللايك؟ انه اوكي انا شو عملت لك يعني؟ صحيح. حتى ماهر اذا بنشوف على الفيسبوك، اذا بدنا نسامح حدا فنكتب نحن على الفيسبوك بوست انه انا مسامح الكل بشهر رمضان الكريم، ما بدي اقول له تليفون بتواصل معه بصحح الخلاف. تماما. ولا يعني في اوقات في ناس انه بتكتفي بانه تفك الحظر مثلا عن صحيح. الناس يعني عن جد بلشنا نبني عقليه وحياه جديده افتراضيه وليست واقعيه. بالوقت يلي قديش حلوه انه واحد يدق بابك فجاه ويفوت لعندك ويقول لك انا بعتذر، او انت جاي اتصالح انا وياك، انت غلطت بحقي بس معلش. هي صارت من النوادر للاسف بوجود السوشيال ميديا يلي طغت على كافه العلاقات الموجوده ومن اهمها العلاقات الموجوده برمضان، وصارت للاسف تحولت من حاله رمضان المفروض يكون حاله تواضع وحاله مثل ما حكينا مسامحه الى حاله استعراضيه حتى بالمسامحه، انه هذا اللي عم بكتب على الفيسبوك انا مسامح كل الناس. اوكي هو بجوز نيته صافيه بس بالنهايه استعراض. انت لما بدك سامح ما في داعي تكتب، انت ما لك مضطر على هالقصه. لما بدك سامح انت ما لك بصدد انك تقول للناس انا مسامحكم، انت بتحكي مع الشخص المعني. صحيح. طب انا ما بعرفك، انت عندك 2000 صديق، انا من بيناتهم، انا ما بعرفك، على شو بدك تسامحني؟ نعم. شو دخلني يعني؟ ماهر يمكن نحن هيك اخذنا من وقتنا التواصل والسوشيال ميديا يلي هي كثير صارت طاغيه على المشهد، ولكن لهلا في بيوت محافظه على سكبه رمضان مثل ما ذكرت نرمين، يعني لهلا في جيران بيضيفوا بعض سكبه رمضان، الصايم او مو صايم، الاسلام والمسيحيه، كل الاديان بيتشاركوا بهذا الشهر الفضيل والكريم. اليوم هدول العادات ما بدنا ننكر انهم بعدهم موجودين طبعاً فينا طبعاً. ولكن نحن لحتى هيك نعمقهم اكثر، كيف فينا نعلم اولادنا انه حافظوا عليهم، خليهم يمكن يلفت لهم نظرهم العمل الخير، سكبه رمضان، العمل التطوعي يمكن بمواعيد رمضان يلي بتنفتح بالشهر الفضيل. بكل تاكيد. هلا نحن تخصصنا بالارشاد الاجتماعي دائما بنحكي عن قصه انه يعني العادات والتقاليد تحمل شيء نقي وجوهري نحن حابين نحافظ عليه. يعني سكبة رمضان هي مو مجرد فقط تقليد، هي أيضا تحوي على فوائد صحية إذا بدنا نحكي بهذا الأمر، فلذلك الحفاظ عليها أمر كثير جميل جدا، وبالأخص إذا نحن أطلعنا الأشخاص على الفوائد، وخاصة الجيل الجديد هلأ اللي متعود على الهمبرجر وغيره والوجبات السريعة، يمكن ما عاد يقتنع بالوجبات يلي هي العلاقة بالعادات والتقاليد. لما بنحكي عن فوائدها، عن 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 قيمتها الغذائيه اللي بتساعد بالصيام ومقاومه الجوع. صحيح. والعطش،
كل هالقضايا ممكن تساعد انه نقنع الاجيال الجديده انه يتمسكوا بهي الانواع من الاكلات مع شويه تعديلات اذا امكن، واذا كانت السكبه هي عباره عن تقليد يعني يمكن ما تكون فوائدها الصحيه مو كثير جيده للشخص. كثير احيان بنلاقي مثلا يعني ستات البيوت بيجهزوا قبل بشهر لبعض الاكلات، اوقات بيمونوا في اكلات معينه بدها بالمونه. فنحن هاي الحاله كثير يعني انا شخصيا لما بروح على اي محافظه مثلا بالتدريب او غيره دائما بقول لهم اعطوني الاكله اللي تشتهر فيها المنطقه. ليش؟ لانه بالفعل لو ما هالاكله مميزه وفيها فوائد صحيه فاكيد ما رح تكون مشهوره ولا رح تشتهر فيها المنطقه اساسا، لذلك اكيد فيها فوائد غذائيه. ولازم نحن نتمسك ببعض الاكلات اللي هي بالفعل خلينا نقول هي صارت من طقوس رمضان ولا بد منا يعني. لذلك بالفعل نحن بحاجه لحتى نفعل هذا الامر الجديد. اكيد يعني برمضان العادات بتتنوع وبتختلف، خلينا نحكي شوي كيف العادات عم بتكون بشهر رمضان الكريم بشكل عام، ونحكي نحن بسوريا وين من هيدي العادات هلا خصوصا العادات الحلوه. هلا في ناس بيفكروا التنوع والاختلاف بيشبهوا بعض، التنوع ممكن يشبهوا بعض بحاله معينه، لكن تنوع العادات الاجتماعيه اذا وصلت الى مرحله الاختلاف قد تكون كارثه. ليش؟ انا عندي تنوع يعني في اصناف موجوده بالعلاقات الاجتماعيه، يعني مثلا انا ممكن بعلاقات الاجتماعيه يصير تنوع بين اهل حلب واهل دمشق واهل الساحل واهل دير الزور بيشو بالتنوع بالعادات يلي ممكن هن برمضان يتداولوا بين بعضهم. هي التنوع بيعطي اغناء، لكن بزمن السوشيال ميديا مثل ما حكينا ومحاوله ابراز الاختلاف وصلنا لمرحله التناقض عن العادات المطلوبه. يعني بلشنا نعاكس المطلوب من رمضان بعاداته وتقاليده، فهون صارت كيف يعني خلينا نوضح اكثر. يعني مثلا مثل ما حكينا انه العادات والتقاليد كانت رمضانيه انه انا بدي اتسامح بدي كذا، تمام. هلا لما بدي اختلف انا شو ما بدي اختلف، يعني انا صرت هلا عم وجه موضوع التسامح بطريقه كثير شاذه من ناحيه انه انا عم بعطي لاشخاص افتراضيين. يعني بس انا عم مثل بقولوا بهوره، يعني اني انا بدي احاول اظهر للاخرين اني انا هون انا اختلفت عن السابق لكن ما اعطيت نتيجه. يعني تحولت من شخص متنوع في عندي اغناء الى شخص فارغ بهذا الاختلاف. يعني انا اشتغلت على مبدا خالف تعرف، بس كان هذا الاختلاف ليس جوهري وما له الفوائد اللي انا بدي اياها او المفروض انها تغني بالفعل التنوع اللي انا عم بطلبه بعاداتي الاجتماعيه اللي مفروضه برمضان. نعم ماهر، خلينا هيك نتطرق الى بموضوعنا الى العمل التطوعي في رمضان، نتطرق عليه بشكل اكبر. يعني بهذا الشهر مثل ما ذكرنا بحكيك السابق انه بتزيد التواصل الاجتماعي بين الناس، بتزيد الروابط الاسريه، ولكن اليوم قديش مهم انه نحن نحس بالفقير، نحس بالمحتاج، وخاصة انه نحن مرقنا بظروف كتير صعبة. يعني ما في بيت ما فيه جريح، ما في بيت ما فيه شهيد، ما في بيت ما في ولد ما فقد شيء كتير بخصه. فاليوم نحن كشباب واعي سوري محب معطاء بهيدا الشهر، شو مهامنا نحن لنتواصل اكتر مع البحاجة لإلنا؟ هلا اجمل شيء عم بيقوم فيه الشباب السوري، يعني هي شريحة الشباب اكتر شيء عم بيقوموا بهال احساسهم بالمسؤوليه. لا. عم بيخلي معظم الفرق التطوعيه هلا تنشط وخاصه بشهر رمضان، حتى صارت مبادرات فرديه، ما حدا عم ينطر ليكون بفريق، صار عم بيحاول الشخص بمبادره فرديه يقوم بعمل يعني خيري لاي شخص ممكن يصادفه، وهذا امر كثير جميل. السوشيال ميديا ساعدتنا، هلا حكينا عن سلبياتك بس لها ايجابيات. ايجابيات صحيح، ساعدتنا بنشر عمل الخير، ساعدتنا بانه هلا كثير بنشوف هلا بوستات انه يا جماعه اللي عنده قطعه، اللي عنده اكله، اللي عنده كذا، خلينا نتساعد. هي القصه كثير حلوه، يعني حلو كثير انه الشباب السوري واعي للقصه، واعي لفعل الخير، يعني البذره والمعدن ما زال موجود، وهي نقطه كثير مهمه لانه تركيبه المجتمع اذا اختفى المعدن تختفي العلاقات يعني بتترنح العلاقات بين الناس، وبالتالي اذا قدرنا نحن نحافظ على هذا المعدن ولساته موجود هذا الشيء مطمئن بالنسبه للشباب، فمعناته نحن قادرين. حتى للشباب يعني نفسيته بتصير احلى بالتاكيد، يعني قد ما الواحد بيعطي بيسترجع هيك شغلات من العطاء بتصير جميله. تماما، هذا النقاء اللي بيمتاز فيه الانسان السوري لساته موجود فينا وكانه عن جد مورث، وكانه الطبيعه وكانه طبيعه
الأماكن طبيعة الموجودة سوريا الحلوة أكيد. عن جد بتمنحنا هذا الخير الموجود عندنا بالرغم من الحرب، بالرغم من الأشياء السلبية اللي صارت بسوريا، قدرنا نحافظ على المعدن الخير اللي ما زال موجود فينا، وتحولنا من أشخاص بدل ما ننتقم أنه لا خلينا نسامح ونعطي خير للآخرين. وهي نقطة كتير حلوة، لازم بالفعل نفعل بكل لحظة، كل واحد بيقدر يساعد لو كان بقطعة صغيرة، بابتسامة، بكلمة، ما بتقدر ماديا بتقدر بالحكي، بتقدر تعمل أي شيء، بتقدر تدل على الخير، يعني تدل على الخير كفاعله، نقدر نعمل أي شيء ممكن نحن ساعدنا كأشخاص، نساعد الأشخاص يلي هن بالفعل ما حدا بيعرف عنه أن هن أشخاص فقراء أو بحاجة. نعم أكيد، يعني الحديث يطول عن عاداتها وقيم رمضان. شكرا كثير لتواجدك معنا، وأكيد لنا لقاءات خلال شهر رمضان الكريم. ماهر شباني اختصاصي في الإرشاد النفسي، شكرا كثير. شكرا لك ورمضان كريم. رمضان كريم يا ماهر، وشكرا كثير لك. إن شاء الله كل الناس يضلوا بهذا التواصل الاجتماعي بشهر رمضان وبغير شهر رمضان. شكرا لك.